السلام عليكم، شو اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم اخوكم سلمان. اليوم جايب لكم جيم بلاي في ماب هاي رايز سنايبر، واخيرا صار لي فتره ما نزلت يعني كومنتري عادي او ايه كومنتري، وبرضو سنايبر يعني من زمان ما نزلت جيم بلاي سنايبر. المهم اليوم حاب اتكلم عن شيء ملاحظه في هذا الكومنتري، وللاسف انه يعني كثير قاعدين يسوون هاي الطريقه، اللي هي ان كثير يرجونك توهم بادين قنوات، يجونك يقولون مثلا تكفى سوري لايك وفيفورت، تكفى يعني ساعدنا وكذا. انا قلت يعني انا ما عندي اي مشكله اساعدكم، ولايك وفيفورت ما هو مشكله، بس مو معقول اسوي لك لايك وفيفورت وانشر فيديوك او اساعدك وانت ما قاعد تتعب على الكونتنت اللي قاعد انت تنزله على قناتك. يعني بالعقل يعني انا ما ودي يعني اقول لا، يعني اكيد بيجي رد تقول وش تكبر كذا، لا يعني مو ما في شيء يتكبر فيه، يعني ترى حالي حالك يعني تكبر ليش. المهم يعني المشكله هنا ايش، انه في كثير ما قاعدين يتعبون على الكونتنت اللي يقدمونه او الفيديوهات، سواء كانت يعني توتوريالز كومنتريز اي شيء، يعني حتى لو ما كانت متعلقه بالجيمنج. يعني للاسف هذا الشيء قاعد يحصل كثير، واذا ما رديت عليهم او اذا قلت يعني اذا رفضت خلاص يقلبون عليك وتصيرون اعداء يعني، واذا نصحتهم كذا تحس انه شويه يزعل يعني. فبالعكس يعني انا اذا نزل يعني انا مثلا نفسي اذا نزلت فيديو يعني ما عجبكم انصحوني او اعطوني ملاحظاتكم، لان ما يجيني يعني فيدباك ذاك الزود، يعني يا يجي سب ولا خلاص يعني بس كذا لايك، ويجيك واحد كتب لي فيرست. طيب يعني وش فيرست؟ ترى مو بسباق هذا. المهم هذا اللي احب اقوله. والشيء الثاني كثروا الناس اللي قاعدين الحين يسوون لي مثلا قناته كل شوي يبدأ سيريوس، يعني كل شوي يبدأ سلسلة، ما أمدى بادي سلسلة إلا هو بادي سلسلة ثانية وثالثة ورابعة. طب خليك على السلسلة الأولى يعني، أو يعني خليك متواصل يعني كل مثلا أنت عندك أربع سلسلات تبغى تنزلها على قناتك، خليك يعني متواصل يعني كل يوم نزل واحدة منها. مو معقولة تسحب على سلسلة، أفرض مثلا عندك المشاهدين يعني عجبتهم سلسلة تسحب عليهم، يعني مو بزينة. في كثير أنا لاحظت وما راح أذكر أسامي. فأتمنى يعني نشوف فنشوف يعني شيء زين الناس يقدمونه. طبعا انا ما اقدم يعني 100% وحتى يعني 90%، انا اقدم يعني حال اي واحد ينزل على اليوتيوب انه كومنتريز جيم بلاي صافي، كل شيء يعني HD، الكومنتريز برضو صوتي يعني عادي ما فيها شيء، المايك عادي، وان شاء الله راح اشتري مايك احسن من كذا، بس انه يعني ما اشوف انه فيه خلل يعني. فيعني اتمنى انكم تتعبون على الكونتنت اللي تنزلونه، اذا تعبتوا راح تلاقون مشاهدين سبسكرايبرز، راح تلاقون لايكس فيرز، وهذا شيء اكيد ما هو شيء اقوله من راسي. وحبيت اتكلم يعني عن شيء، او اللي شاف فيديو اخوي جاد نوكس جاد اللي اغلبكم تعرفونه اكيد، سوى لي شوت اوت. طبعا انا مالي دخل، ما قلت له تقولون وش المصلحه وتقعد تقول له سوي لي شوت، لا انا ما قلت له، يعني هو سوى من نفسه الله يخليه يعني. ويعني حابة ارد للجميع يعني، واتمنى انكم تسوون تروحون تسوون له لايكس وفيفورتس. طبعا هو الحاجات اللي نزلها احسن مني بكثير، انا ما اقولها كذا يعني مو قصة تواضع او شيء زي كذا، بس انا اقول الصدق يعني. يعني هو ينزل حاجات يعني ما شاء الله عليه، يعني انا ما ادري ليش اذا جيت انزل او اذا جيت بسوي كومنتري فجأة يقفل راسي، ما عاد عندي افكار. اذا تبغون يعني مثلا انزل قصص زي ما كنت اول انزل على الجي سي، طبعا قصص ما هي من الانترنت، قصص يعني سمعتها يعني من الناس يعني، لان النت يجيك قصص شوية فيها يعني فقش ونصب، تعرفون انتو بعد النت كبرى. ف اذا تبون يعني انزل قصص او مثلا نيوز عن بس الاف بي اس، يعني ما اقدر اغطي كل شيء،
اللي هو بس يعني الشوترز والحرب والحاجات كذا، مثلا يعني كود، باتل فيلد، هوم فرونت، حاجات زي كذا. يعني لو بسوي يعني بشكل عام عن الجيمنج بكبره، يعني ما يمديني اصلا. يعني انا انسان تقدرون تقولون بس اف بي اس، يعني احاول العب حاجات جديده، بس يعني ما اتمتع فيها زي ما العب الكود باتل فيلد وهوم فرونت. انا العب هوم فرونت يعني، بس ما قد نزلت، وان شاء الله راح انزل اذا تبغوني. مع ان يعني دحين راح تنزل باتل فيلد و 1W3، راح اركز عليها اكثر. بس يعني عندي في الهارد درايف حقي عندي جيم بلايز مره حلوه في هوم فرونت، واذا تبغون ننزلها يعني ما هي مشكله، راح ننزلها. طبعا للي حاب مثلا يسوي ريكوست، يعني مثلا يبغاني انزل، مثلا خلينا نقول مثلا على مثال يبغاني انزل تيم دث ماتش هارد كور بلا 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 بسلاح الفلاني كذا، فهمت كيف؟ يعني ما راح اقول لا، بالعكس كذا يعني تسهلون علي وش اللي نزله. بس ما يعني ما راح مثلا لو قلت لي كذا اسوي كذا مثلا، ما راح اتكلم طول الوقت عن الجيم بلاي، يعني راح اجيب كذا موضوع عشان يكون الكومنتري والجيم بلاي مسلي، ما يكون يطفش. زي ما قلت لكم يا شباب، تكفون روح سووا. اذا انت مو اذا ما تعرف جاد، راح انا راح احط لينك قناته في الديسكربشن، واكيد اصلا اغلبكم تعرفونه يعني. جاد كمان هذا انا اشوف انه افضل واحد في اليوتيوب هو يعني، واكيد اسا جيمر وابو خليل. انا ما اقول يعني احد يقول مصلحه او شيء زي كذا، بالعكس انا يعني تقولون لو تبغون تقولون فان بوي، انا فان بوي ما في مشكله. انا الصراحه يعني يتعبون على فيديوهاتهم ويقدمون شيء يعني نستفيد منه يعني، خاصة يعني لو تلاحظون عادل هذه الأيام أو أسي جيمر قاعد ينزل يعني ووك ثروز وحاجات زي كذا، يعني مرة تفيد المشاهدين والسبسكرايبرز. وبرضه نفس الشيء قاعد ينزل اللي ما شاف فيديوهات عرب جيمر، عرب جيمرز أو ابراهيم خليل، اللي هو قاعد ينزل تختيم في جيز اوف وار. طبعا هذا راح يساعدني، انا بالنسبه لي راح يساعدني لاني ما مو بلاعب جيز اوف وار، فراح تساعدني يعني في التختيم وكذا، لاني برضه احب اختم يعني اللعبه، مو معقوله بس العب المالتي بلاير. والشيء الاخير، انا راح انزل ان شاء الله قريب يعني كومنتري او اي كومنتري ان شاء الله على قناه جيمرز كوميونتي، ان شاء الله يعني يعجبكم، ويمكن تكون قصة يعني صدقية، يمكن يكون كومنتري عن الموضوع يعني. وانا قاعد اشتغل على مونتاج صغير، يعني مونتاج صغير الفيفا، راح انزله على برضه جيمرز كوميونتي. وفي مفاجآت راح تصير في القناة ان شاء الله. يعني انا ما ابي منكم لايكس وفيفورت، ما نشر الفيديو هو يعني عندي اهم شيء. عجبك الفيديو سوي لايك فيفرت، ما عجبك ديسلايك وسوي لي بلوك، سوي لي انسبسكرايب براحتك يعني، هذه الحاجات يعني راجعت لك. وان شاء الله يعني ما ادري، يمكن بعد اقل من اسبوعين او ثلاثة، يمكن في احتمال يعني صغير اني اسوي جيف اواي. طبعا الجيف اواي ما ابغى سبسكرايبرز، ما ابغى لايكس ولا فيفرتس، جيف اواي هي لكم لانكم انتم سويتوا سبسكرايب، هذه يعني تقدر تقول مكافأة، لا يعني ما ادري كيف اقولكم، بس انه يعني هذا الشكر يعني لكم. الى ما الحين يعني ما قررت، يمكن تكون بي اس ان كارد واكس بوكس ماكس اوف بوينتس، يعني للاكس بوكس فانز والبي اس 3 فانز في نفس الوقت عشان ما حد يزعل. وزي ما قلت لكم يعني ما احتاج لايكس، يعني براحتك انت تسوي لايك فيفرت، هذا شيء راجع لك. المهم اتمنى اعجبكم الكومنتري، صحيح ان صوتي ما ادري ايش يبي، بس يلا شباب نشوفكم على خير. كان معكم اخوكم سلمان، يلا شباب مع السلامه.